ما شاء الله تبارك الله. الربع اذكر الله، مركز سليم بن شالح وشريك لبيع جميع انواع فحول الابل، وحنا الان في قسم التهجين. المبروك هذا باكستاني اصل وفصل، مشروط من الذيبه ومن الحلل ومشروط في ضرابه، لكن لقاحه لا اعلم عنه بشيء، الله اعلم. انا بيع البعير هذا مشروط من جميع العيوب الا اللقاح عند الله سبحانه وتعالى، لا نعلم عنه، ولو اعلم عن لقاحه شيء ما راح الا بقيمه خياليه، لكن احنا نمشي مع الوضع ومع السوق ومع الشروط. قومه اذكر الله الربع، شوف قومته، شوف قومته، حوار ما شاء الله، لا ذيبه لا حلل، اموره كلها في السليم. عشاق الباكستاني، باكستاني ظهر وبطن. خلها اترك، تفك لها الباب، افتح لها الباب. اللهم صل وسلم على رسول الله. اذكر الله، هات البعير انت، بعير هداوة وطبع. اللهم صل وسلم على رسول. شوي شوي عليه، شوي شوي عليه، طخمة الباكستاني الحقيقية. اللهم يطلع. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما شاء الله المشية امورها الطيبة، لا ياكل الحاشي هنا. تواصل مركز سليم بن شالح وشريك 053-800-809. ما شاء الله. شوي عبد الوالد، الربع اذكر الله، طخمة الباكستاني. الباكستاني هذا ظهر وبطن، باكستاني حقيقي. اللهم صل وسلم على رسول الله. الهداوة والطبع، ديكور راس وقفه مسك بيده. اذكر الله الربع، صلوا على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله. بعدين ما بعض الباكستانيات يجي فيها خنبه. المبروك ذا الطفاح، شوف كانه يخايل نجم سهيل والجدي. المبروك هذا يا الربع مشروط من الذيبه والحلل، الضراب، اموره كلها، الهداوه، اللقاح لا اعلم عنه شيء، اللقاح عند الله سبحانه وتعالى. الرجال يشتريه من ذا المركز يقول ان اللقاح عند الله سبحانه وتعالى، وانت حظك عشان نكون على بينه. اللهم صل وسلم على رسول الله. انا احب البعير اللي يغمض عن صاحبه. اللهم صل وسلم على رسول الله. سقى يا ضو، سقى. اللي بيسالني يقول نواز كم عليه، نواز كم عليه؟ بعدين نضيف، لا جروح لا سرر لا عيوبه، كلها ان شاء الله ما في، لكن عاد اللقاء عند الله سبحانه وتعالى. رده جاي، رده شوي شوي عليه. ما شاء الله والصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على رسول الله. رثمه وعرنون أموره كلها 053-800-809. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله. طفاح.